مع العد التنازلي لحلول عيد الفطر المبارك، تنتشر عبر الشوارع والأحياء الكبرى طاولات يقف عليها شباب أراد الاسترزاق من بيع الألعاب الخاصة بالأطفال، فهل يدرك الأولياء خطورة بعضها على أطفالهم؟ شوف مثلا كاين هذوك بوبيات على ريزين، هذوك حاجة ما تضرش، تعلم تقول لك تروح تشري لها كابوس ولا خدمي ولا تشري لها حاجة اللي تدور، ولا تشري هذوك بيناك صغار، خو صغير يلعب حداه ياكلها يجيب، كاين صوالح بزاف تقدر تلعب بهم، عارف كيما داك سبيدر مان تاع لا ريزين، تشري لها لوطو كيما هكا يلعب بها، فهمتي حاجة اللي تضرها. أنواع وأصناف مختلفة تعرض للمارين لتشد انتباههم، ألوانها الزاهية وأشكالها المتنوعة المصنوعة من مواد مختلفة. يقول البائع: بلاستيك كان بلاستيك شحال موديل خويا، موديل مليح تخلصها بسومة غالية، موديل رخيص يضر شوية، فهمني، تجيب موديل شباب وتبيعها بسومة شابة ومعقولة، مي الفايده لينا والفايده للبسكين. بلاستيك معاود ضرب فيه السم شكون يتيري هاك يولي يتيري هاك، فهمني خويا، عندي شعام كابوس ضرب فيه السم شكون يتيري هاك يولي هاك. خدم لي جوي، جايب حاجه تاع بزاوز، ما جايبش حاجه تضر ولا العاب ناريه ولا عفسه، ولا جايب حاجه تاع بز، هاي قدامك هنا راك تصور تشوف، ان شاء الله تكون نهار مبارك نخدموا فيه. بين ضرورة أخذ كامل الحيطة والحذر في انتقاء الأولياء إلى ألعاب أطفالهم، وبين شباب يبحث عن تحصيل قوت يومه وأطفال يبحثون عن المتعة في العيد، تبقى هكذا مشاهد تصنع ديكورا خاصا لأجواء ما قبل العيد.